لو الحكايه فيها ان فيتو المصري لما يعوز اما يتعب يتعالج فين؟ المصري مثلا لو معهوش فلوس يتعالج فين؟ اشاعه جنين ب 750 جنيه وعلى ما تستلمها عشان الدكتور يرضي يحجزك ويعالجك 12 يوم يعني يكون المريض مات. ونقول السيسي رئيسي وعندنا مستشفيات اورام زي النمل في مصر وراجل جاي يمارس فيهم اتمرمط عشان يتعالج لا عايز يعالج ولا عايز. الست اللي دخلت تتكلم دي دخيله وعميله. معلش معلش دخيله وعميله خلاص يا حاج احنا بندعيلك كلنا عايزه تعالج بس سرطان يا حاج اللي عندنا معاك سرطان في البنكيات عندي سرطان في البنكيات وكل الورق معايا ورقه عندي مرض خبيث والورقه خد الورقه التحاليل اهي يا ابني الورقه ده عشان التحاليل اهي شغال على باب الله ما هو لو ما هو يا باشا لو راجل متاجر ما كانش تعب لو هو مش شغال بياع لو شغال راجل متاجر ما كانش تعب عارفين احنا يا باشا لما مؤاخذه من كتب التحاليل والاشاعات عارفش البيت كله بياع وبرضه عادي بس يبقى سيد عالج يا شيخ اللي بعتني هنا كلهم اللي بعتني هنا ده مش عارفني كلهم اللي بعتني هنا مش عنه عند دار القضاء العالي فردت الورقه دي قالوا لي تعالى ما ينفعش روح عند مجلس الوزراء واعرف المشكله حضرتك احنا مش عايزين اكتر من حاجه انا عايز رقمك انا عايز رقمك.